عنوان الدرس مراجعة إثبات تطابق المثلثات ASA و AAS. أخوكم فهد الحربي، نشكر معد الدرس الأستاذ فايز القرني. طبعا عندنا الآن هدفنا وهدفنا من الدرس اليوم هو مراجعة استعمال المسلمة ASA ASA والنظرية AAS لاختبار التطابق. مراجعة استعمال المسلمة ASA والنظرية AAS لاختبار التطابق. طبعا المسلمة هي عبارة عن ايش؟ ASA. الـ A تعني دائما ايش قلنا يا شباب؟ الـ A تعني ايش؟ ASA. الـ A تعني ايش؟ زاوية ولا ضلع؟ الـ A زاوية ولا ضلع؟ ضلع، ممتاز. فهد، الاس هو الضلع، اما الاي زاوية، ممتاز. طيب اذا عندي الان التطابق بزاوية ثم ضلع ثم زاوية، او نقدر نقول زاويتين وضلع محصور بينهما، زاويتين وضلع محصور بينهما. عندي الان اذا تطابقت او اذا طابقت زاويتان والضلع المحصور بينهما في مثلث آخر فإن المثلثين متطابقين. إذا كان عندي مثلثين وكانت زاويتين وضلع محصور بينهما في المثلث الأول تطابق زاويتين وضلع محصور بينهما في المثلث الثاني فإن المثلثين متطابقين، فإن المثلثين متطابقين. واضح شباب؟ واضح إلى المسلمة اللي أمامنا هنا؟ جميل جميل. طيب لاحظوا عندي هنا في المثال عندي الزاوية A تطابق الزاوية D، وعندي الضلع ED يطابق AB زي ما هو واضح عندنا في المثال. أيضا عندي الزاوية B تطابق الزاوية A. الآن مباشرة بما أن عندي زاويتين وضلع محصور بينهما، إذا المثلث الأول يطابق المثلث الثاني من الحالة على طول نكتب ASA. واضح؟ من المسلمة ASA. طيب ممتاز ممتاز. طيب نشوف الآن مثال، أو قبل ما نأخذ المثال خلونا نأخذ النظرية الأخرى اللي هي AAS، اللي هي AAS. إذا طابقت زاويتان وضلع غير محصور بينهما في مثلث نظائرهما في المثلث الآخر فإن المثلثين متطابقين. يعني الآن مش بالضرورة يكون نفس اللي قبل شوي اللي هو زاويتين وضلع محصور بينهما، قد يكون زاويتين وضلع غير محصور، زاويتين وضلع غير محصور بينهما. طيب لو شفنا الآن الزاوية B تطابق الزاوية A والزاوية A تطابق الزاوية D وكذلك الضلع غير المحصور بين الزاويتين اللي هو BC يطابق FE، BC يطابق FE، نجد الآن إذا وجدنا هذه طبعا الزاويتين وضلع غير محصور بينهما في المثلث الأول تطابق زاويتين وضلع غير محصور بينهما في المثلث الثاني فإن المثلثين متطابقين من المسلمة AAS، من المسلمة AAS. الآن لو جينا وأخذنا المثال اللي أمامنا هنا، اكتب برهانا ذا عمودين. المعطيات اللي عندنا في السؤال، خلونا ناخذ المعطيات. المعطى الأول الزاوية CAD، CAD هذه الزاوية اللي تحت هذه، طيب تطابق الزاوية BDA، تطابق BDA، تطابق الزاوية اللي تحت هنا. طيب ممتاز، هذه الزاوية تطابق زاوية. أيضا معطى عندي إن الزاوية CDA، CDA الزاوية كاملة، هذه الزاوية كاملة تطابق BAD، BAD تطابق الزاوية الأخرى كاملة أيضا. هل المثلثين ABD
اي دي دي المثلث اللي جاي هنا بالشكل هذا. طيب كامل هذا المثلث. طيب هل يطابق المثلث الاخر هذا هذه البي اي دي؟ طيب هل يطابق المثلث الاخر اللي هنا الراس السي هذا المثلث الاخر اللي هو سي او لا؟ هذا سي وهنا الدي وايضا عندي هنا اي. هل المثلثين متطابقين او لا؟ خلونا نرجع مرة ثانية يا شباب، ناخذ المعطيات على المثلثين بعد ما فصلنا المثلثين من بعض. عندي الزاوية الاولى الزاوية سي اي دي، سي اي دي هذه الزاوية اللي تحت. طيب تطابق الزاوية دي دي اي، دي دي اي ممتاز تطابق الزاوية هذه جميل. ايضا عندي معطى اخر، خلونا نغير اللون شوي عشان بس تكون واضح لكم. ايضا عندي الزاوية سي دي اي، سي دي اي هذه الزاوية تطابق الزاوية دي اي دي، تطابق دي اي دي. ايوه ممتاز. طيب لو تلاحظون ايضا عندنا يا شباب، خلونا ناخذ اللون الاسود. ها لو تلاحظون عندي الان زاويتين، ولو تلاحظون ايضا ها حسب نظريات ها لا في الان معطى ثاني يا شباب قدامنا هنا. من يقول ايش المعطى الان؟ ايوه احسنت يا احمد. لاحظوا الضلع هذا، الضلع اللي هو اي دي، واضح اي دي هذا الضلع اي دي، هو نفس الضلع موجود هنا اي دي، يعني هو موجود في المثلث الاول وكذلك موجود في المثلث الثاني. اذا بقول الان اي دي ها يطابق ها يطابق دي اي، هو نفسه طبعا من خاصية الانعكاس، من خاصية الانعكاس. الآن ممتاز، الآن طلع عندي هنا زاوية اي تطابق الزاوية اي والزاوية دي تطابق الزاوية دي. طيب وكذلك عندنا الضلع المشترك بينهم هذا اللي هو اي دي يطابق دي اي من خاصية الانعكاس. اذا المثلثين متطابقين. طيب من يقول لي الحالة او المسلمة؟ ها اي اي اس ولا اي اس اي؟ احسنت يا احمد الله يعطيك العافية ممتاز. يلا فهد شاركنا شوي تحرك. ها اقول الان من الحالة ممتاز يا فهد ممتاز اي اس اي، واضح من الحالة اي اس اي، ضلعين عفوا زاويتين وضلع محصور بينهما، زاويتين وضلع محصور بينهما، نجد ان المثلث الاول يطابق المثلث الثاني. طبعا المطلوب عندي يا شباب هو برهان ذا عمودين في السؤال. لاحظوا هنا المطلوب برهان ذا عمودين. طيب بداية البرهان ذا العمودين اكتب عندي العبارات وكذلك اكتب المبررات، احطها في جدول عبارات ومبررات، واكتب المعطيات ايضا عندنا. المعطى الاول الزاوية سي اي دي تطابق زاوية بي دي اي، وايضا عندنا معطى سي دي اي تطابق بي اي دي، هذا الان زاويتين متطابقتين معطى. ايضا احنا استنتجنا يا شباب ان الاي دي الضلع اي دي هذا الضلع موجود في المثلث الاول وايضا موجود في المثلث الثاني، اذا من خاصية الانعكاس نجد ان الضلع اي دي يطابق الضلع دي اي، واضح هذا دي اي يطابق اي دي من خاصية الانعكاس. اذا الان اقول من الحالة ومن المسلمة عندي اي اس اي، نجد ان المثلثين متطابقين، نجد ان المثلثين متطابقين. واضح يا اخوان؟ واضح المسألة شباب؟ طيب ممتاز. طيب ناخذ مثال اخر، ناخذ مثال اخر. اكتب برهانا تسلسليا، يبغى الان برهان تسلسلي. طيب ايش المعطى عندي الان؟ جي كي معطى انه يوازي ال ام، وكذلك جي ال
جي ال، هذا الضلع جي ال يطابق كي ام، يطابق كي ام. شو المطلوب عندي؟ المطلوب ان المثلث جي ام ال، جي ام ال هذا المثلث رقم واحد، خلونا نسميه رقم واحد، يطابق المثلث رقم اثنين. يلا شباب كيف نستطيع نثبت؟ وخلونا نتذكر مع بعض شوية شباب، إذا عندي مستقيمين متوازيين عشان نستفيد بس التوازي، إذا عندنا مستقيمين متوازيين وقطعهما قاطع، مش نستنتج من هذا القاطع؟ ها، الزوايا المتناظرة تكون متطابقة، الزوايا المتبادلة داخليا وخارجيا تكون متطابقة، الزوايا المتحالفة تكون متكاملة. طيب ممتاز. طيب هل بتساعدني هذه النظرية؟ هل بتساعدني هذه النظرية على الإثبات؟ إذا قطع إذا كان عندي مستقيمين متوازيين وقطعهم قاطع، فإن الزوايا المتبادلة داخليا متطابقة، وكذلك المتناظرة متطابقة. لو تلاحظون عندي هنا ما في زوايا متناظرة، ولكن عندي زوايا متبادلة داخليا، عندي زوايا متبادلة داخليا. طيب الآن لو نقول الزاوية هذه شباب، هذه الزاوية اللي هي ال ام جي، ال ام جي، هل في زاوية مطابقة لها؟ ال ام جي، هل في زاوية مطابقة لها شباب؟ ايوه ممتاز يا احمد، بس انا ابغى هذه الزاويه ال ام جي. وين الزاويه المطابقه لها؟ هل الزاويه اللي جنبها على طول ولا لا؟ يلا شباب ابغى الزاويه هذه الان ال ام جي، وين الزاويه المطابقه لها؟ او اذا طبعا كان في زاويه، قد لا يكون هناك تطابق. بس واضح اللي عندي الآن في زاوية مطابقة لها، واضحة جدا. أيوة ممتاز، تقصد يا فهد أن هذه الزاوية تطابق الزاوية الأخرى هنا، تطابق الزاوية الأخرى، نقول الزاويتين، ها لو كان هنا زاوية وهنا زاوية أخرى مثلا، زاويتين متبادلتين داخليا، زاويتين متبادلتين داخليا، إذا الزاويتين هذه الآن بتكون متطابقة، هذه الزاوية تطابق هذه الزاوية. طيب أيضا عندي في زاويتين أخرى متطابقة، وين الزوايا المتطابقة الثانية؟ الزوايا المتطابقة الثانية يمكن ذكرها قبل شوي أخونا أحمد، ذكرها أحمد اللي هي الزاوية ال جي ام، ال جي ام يعني الزاوية هذه الآن، هذه الزاوية أي ممتاز تطابق الزاوية الأخرى اللي عندنا هنا وبنفس الطريقة، يعني هذه الآن الزاوية تطابق الزاوية الأخرى، ليش؟ من نظرية الزوايا المتبادلة داخليا. طيب نجد أن الزاويتين هنا تكون متطابقة، الزاويتين هنا تكون متطابقتين، وأيضا الزاوية الأخرى هناك تكون متطابقة، بالتالي عندي زاويتين. طيب الآن احنا بنثبت المثلثين، عندي الآن زاويتين متطابقة، هل نستطيع نوجد ضلع يكون متطابق في المثلث الأول مع الثاني؟ الآن أثبتنا زاويتين صح 100%، هل في زاوية، هل في ضلع؟ لا لسه يا أخ أحمد، لسه أنت الآن أوجدت أي زاوية وأي زاوية أخرى، بس الإس وينها؟ ها نبغى الاس الان، نبغى الضلع، وين الضلع اللي بيكون متطابق؟ ها يا فهد وين الضلع اللي بيكون متطابق؟ يلا وين ايوه ممتاز ممتاز ممتاز، صح اجابتكم صحيحة، الضلع اللي هو جي ام. طيب لو نلاحظ انه موجود في المثلث الاول اللي هو هذا الضلع، طبعا هذا الضلع موجود في المثلث الاول وايضا موجود في المثلث الثاني، جي ام يطابق ام جي، احسنت، من خاصية الانعكاس، من خاصية الانعكاس. طيب نشوف الان الحل عندنا، طبعا المطلوب شباب برهان تسلسلي،
البرهان المطلوب هو البرهان التسلسلي، زي ما هو واضح عندي هنا، المعطى جي كي يطابق ال ام، عفوا يوازي ال ام، وايضا جي ال يطابق كي ام. هذه كلها معطيات. من هذه وهذه ايضا نستنتج ان الزوايا المتبادله داخليا متطابقه، يعني هذه الزاويه تطابق هذه الزاويه عندي، وهذه الزاويه تطابق الزاويه الاخرى لان متبادلتين داخليا. هذا الان ايضا الجي ام تطابق ام جي من خاصيه الانعكاس، اذا هنا زاويتين متبادلتين داخليا، وهنا برضو زاويتين متبادلتين داخليا وخاصيه الانعكاس. نجد ان الحاله عندي هي اي اف اي، زاويتين وضلع محصور بينهما، زاويتين وضلع محصور بينهما في المثلث الاول مع زاويتين وضلع محصور بينهما في المثلث الاخر. طيب نشوف الان المثال اللي بعده، اكتب برهانا حرا، اكتب برهانا حرا. الان المطلوب هو البرهان الحر، اخذنا البرهان ذا العمودين واخذنا البرهان التسلسلي، والان ندخل على البرهان الحر. طيب عندنا طبعا الان المعطيات، الزاويه دي اتش ال، دي اتش دي اتش جي، دي اتش جي هذه الان الزاويه معطى انها تطابق دي جي اتش، معطى انها تطابق الزاويه الاخرى عندي هنا، هذه الان الزاويتين متطابقتين. طيب قبل ما نبدا يا شباب خلونا ناخذ نقطة معينة. إذا عندي الآن زاويتين، مثلا هذه الزاوية الأولى وهذه الزاوية الثانية، إذا قلت لكم هذه النقطة هذه أو الزاوية تطابق الزاوية الأخرى هنا، طيب وسألتكم هذه الآن الزاوية الأخرى هنا، طيب وجيت سألتكم هنا هل هذه الزاوية يا شباب تطابق هذه الزاوية ولا لا؟ هل بتطابقها ولا لا؟ إذا الزاويتين الداخلية هنا متطابقة، هل الزاوية اللي بعدها هنا بتكون متطابقتين ولا لا؟ أكيد بتكون متطابقة، واضح؟ أكيد بتكون متطابقة. لو جينا أخذنا بس يعني حتى حل سريع كذا، لو قلت لكم هذه الزاوية 100، هذه الزاوية كم بتكون؟ بتكون نفس القيمة 100، صح؟ إذا كانت هذه الزاوية مطابقة فالزاوية الخارجية هذه الآن أو الزاوية نقول المكملة، المكملة هي زاويتين متكاملتين لأنهم متجاورتين على مستقيم فهما متكاملتين، إذا هذه القيمة تكون عندي 80. طيب القيمة اللي هنا برضو بتكون إيش؟ 80، ممتاز. طيب جميل، الآن عندي السؤال تقريبا نفس هذه الطريقة، هذه الآن شباب أعطاني القيمة الزاوية دي اتش جي، قال لي تطابق هذه الزاوية، صح ولا لا؟ هل نستطيع استنتاج زاويتين أخرى؟ هل نقدر نقول يا شباب إن الزاوية هذه تطابق الزاوية الثانية ولا لا؟ ها نقدر نقول هذه الزاويتين متطابقة؟ ممتاز، طبعا نقدر نقولها، ليش؟ لأن الزاويتين هنا متجاورتين على مستقيم، إذا فهما متكاملتان، وأخذنا نظرية الزاويتين المكملة لزاوية تكون متطابقتين، الزاويتان المكملتان لزاويتين تكون متكاملتان. طيب ممتاز. ايضا عندنا شباب الزاوية A، هذه الان الزاوية A تطابق الزاوية K، ممتاز. الان هذه زاوية وهذه زاوية، وعندنا ايضا زاويتين زي ما واضح عندنا، هذه الزاوية الان خلونا نظللها تطابق الزاوية اللي عندي هنا، وأعطاني أيضا أن الزاوية A تطابق الزاوية K زي ما واضح أمامي هنا. طيب ممتاز، وأيضا جاء وكمل لي قال لي الضلع، الضلع خلونا ناخذ لون آخر، قال لي الآن الضلع EG، الضلع EG خلونا نغير الضلع EG هذا، قالنا أنه يطابق ال HK، يطابق ال HK. يعني الآن أعطاني في السؤال، لو جينا ناخذ المثلثات بس، مثلث مثلث،
هذا مثلا المثلث الأول، وهذا عندي المثلث الثاني. أعطاني إن هذه القطعة تطابق هذه القطعة المستقيم، وأيضا جاء وأعطاني قال لي هذه الزاوية تطابق الزاوية الأخرى هنا، وأيضا الزاوية E تطابق الزاوية K. هل نستطيع نقول الآن المثلثين هنا متطابقين ولا لا يا شباب؟ هل المثلثين متطابقين ولا لا؟ فهد غير متطابقين. طيب احنا اخذنا يا فهد اذا عندنا زاويتين وضلع محصور بينهما في المثلث الاول تطابق زاويتين وضلع محصور بينهما في المثلث الثاني، فان المثلثين ايش؟ فان المثلثين متطابقين، فان المثلثين متطابقين للحاله ASA. واضح؟ طيب نكتب البرهان الحر عندنا يا شباب. يعني الآن يا شباب فكرة السؤال عندنا، فكرة السؤال كيف نثبت إن هذه الزاوية تطابق الزاوية الأخرى؟ زي ما رسمناها قبل شوي وقلنا بما أن الزاويتين الداخلية هذه متطابقة، إذا الزاويتين المكملتين لهما تكون أيضا متطابقة. فقط هنا فكرة السؤال. إذا بما أن الزاويتين متجاورتين على خط مستقيم اللي هو هذه الزاوية، طيب والزاوية الأخرى هنا، فهما متكاملتان، فهما متكاملتان، وكذلك الزاويتين الأخرى DHG وKHD متكاملتين. إذا نجد أن الزاويتين الأخرى اللي هي هنا عندي هنا تكون متطابقتين، هذه الزاويتين تكون متطابقتين. جميل. وبما أن الزاويتين مكملتين للزاوية الثالث، الزاويتين متطابقتين تكونان متطابقتين. هذه أهم نقطة عندي، بما أن الزاويتين المكملتين للزاويتين متطابقتين تكونان متطابقتين، نجد أن الزاوية EGD تطابق الزاوية KHD. وأيضا عندي معطى EG يطابق KH، EG يطابق KH، والزاوية أيضا E تطابق K. إذا من الحالة إذا المثلثين متطابقين من الحالة ASA. واضح؟ إذا المسلمة عندنا هي ASA. واضح شباب المسألة؟ واضح المسألة يا إخوان؟ طيب جميل. طيب الآن يقول اكتب برهانا حرا. طيب اكتب برهانا حرا لإثبات أن المثلثين متطابقين. المثلثين هذا المثلث رقم واحد والمثلث رقم اثنين، نبغى نثبت أنهم متطابقين. طيب علشان نثبت أنهم متطابقين شوف المعطيات اللي عندنا في السؤال. المعطى الأول القطعة جي ام تطابق جي كي، هذه القطعة تطابق القطعة الأخرى عندنا هنا. الزاوية ام تطابق الزاوية كي، هذه الزاوية كي والزاوية ام متطابقتين. طيب ال او جي ال، جي ال القطعة المستقيمة هذه جي ال تنصف الزاوية كي ال ام، تنصف هذه الزاوية إلى قطعتين متطابقتين. طيب المطلوب هل المثلثين متطابقين أو لا؟ أنا أقدر أثبت أن المثلثين متطابقين إذا مثلا قدرت أثبت ثلاث أضلاع أو زاويتين أو ضلعين وزاوية محصورة بينهما، أو زاويتين وضلع محصور بينهما، أو زاويتين وضلع غير محصور بينهما. أنا الآن شباب لما أعطيكم هذه الزاوية وأقول لك الآن هذا المستقيم ينصفها، إيش معنى تنصفها يا شباب؟ يعني يقسمها إلى قسمين متساويين، يعني الجزء اللي فوق هذا حيكون مطابق للجزء اللي تحت، الجزء اللي فوق هنا حيكون مطابق للجزء اللي تحت. واضح؟ طيب هو الآن جاء أعطاني قال لي جي ال ينصف الزاوية ال، يعني الآن الجزء هذا يطابق هذا. واضح شباب؟
يعني هذا الجزء الآن يطابق الجزء الآخر لسحته. طيب واضح؟ طيب هل المثلثين الآن أصبحوا متطابقين ولا لا؟ واذكر لي الخاصية أو المسلمة اللي تستند عليها. ها يلا شباب، يلا يا فهد أحمد، ممتاز ممتاز يا فهد، ممتاز ممتاز يا أحمد، الله يعطيكم العافية. طبعا صحيح، إجابة صحيحة 100%، اللي هي طبعا من الحالة AAS. طيب ليش ما قلنا ASA؟ هاي فهد، ليش ما قلنا ASA؟ ليش ما قلنا زاويتين وضلع محصور؟ ها اي ممتاز. طيب ليش ما قلنا انها ASA؟ طبعا نقول لان الضلع غير محصور، واضح؟ لان الضلع غير محصور، واضح هذا الان الضلع. ممتاز، احسنت يا احمد، واضح لان عندي زاويتين وضلع غير محصور. لو كان ضلع محصور قلنا ASA. طيب ممتاز، نكمل الان. نعلم من المعطيات ان JM تطابق JK، والزاوية M تطابق الزاوية K، وايضا نستنتج، طبعا نستنتج من المعطى اللي هو JL، قال لي JL ينصف الزاوية L، ينصف الزاوية L، اذا الجزء اللي فوق هذا حيطابق الجزء اللي تحت. طيب فان KLJ تطابق MLJ، MLJ، بالتالي نجد ان المثلثين متطابقين، نجد ان المثلثين متطابقين طبعا بحسب النظرية AAS. واضح شباب؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ طيب ممتاز. الان نجي ناخذ مثال اخر. اكتب برهانا ذا عمودين، المطلوب هو البرهان ذا العمودين. المعطيات قال لي V هي منتصف كل القطعة W Y، منتصف W Y، هذه القطعة W Y. طيب هذه V هي منتصفها، وأيضا عندي اللي U Y يوازي ال W X، يوازي W X، أو نقول W X يوازي ال U Y، يوازي ال U Y. طيب إذا المعطى عندي توازي هنا، ومعطى عندي إن هذه هي ال V هي منتصف ال W Y. المطلوب نثبت إن المثلث الأول يطابق المثلث الثاني، المطلوب إن المثلث الأول يطابق المثلث الثاني. طيب ممتاز، خلونا الآن نشوف وش نستنتج. ها أو ما هو الاستنتاج اللي بنستنتجه؟ ممتاز يا، طيب ما هو الاستنتاج اللي بنستنتجه من النقطة في، بما أن الآن أعطاني النقطة في هي منتصف القطعة. طيب وش اللي بنستنتجه الآن؟ ها وش اللي بنستنتجه عندنا؟ أيوه ها يلا شباب، وش اللي بنستنتجه هنا؟ ال في في المنتصف. ايش نستنتج؟ نستنتج ان القطعة هذه يا شباب، ان هذه القطعة في دبليو تطابق الواي في، صح ولا لا؟ الان لما اعطيك قطعة الان واقول لك هذه هي المنتصف، الفي هي المنتصف، فانت خلاص بتكون القطعة هذه تطابق القطعة الثانية. يعني الان ضلع عندي في المثلث الاول يطابق ضلع في المثلث الثاني، لان اعطاني ان هذا المنتصف. طيب الآن أيضا أعطاني، قال لي هنا الـ U Y توازي الـ W X، توازي الـ W X. الآن زميلكم أحمد يقول لي الآن الزاويتين هنا متقابلتين في الرأس، ممتاز. وأيضا يا أحمد لو جينا نشوف الآن من التوازي، هذا المعطى عندي التوازي، نجد أن الزاويتين المتبادلتين داخليا، ها الزاويتين المتبادلتين داخليا تكون متطابقة. يعني الآن هذه الزاوية تطابق الزاوية الأخرى هنا، ممتاز. الآن أصبح عندي زاويتين وضلع غير محصور بينهما، زاويتين وضلع غير محصور بينهما، إذا المثلثين متطابقين، إذا المثلثين متطابقين. لاحظوا فيه هي نقطة المنتصف، نجد أن
الواي في يطابق الفي دبليو. ايضا عندنا هنا، عليكم السلام ورحمة الله، عندنا اكس دبليو توازي يو واي. طيب تعرف نقطة المنتصف زي ما اثبتنا، قلنا الواي في تطابق الفي دبليو. ايضا عندي زوايا المتبادلة داخليا والزاوية طبعا المتقابلة بالرأس، نقدر نقول برضه، او الزاويتين المتبادلتين داخليا ايضا. هذا الان زي ما قلنا هنا زاوية وهنا زاوية أخرى، نجد أيضا هذه الزاوية تطابق الزاوية الأخرى عندي هنا، واضح؟ تطابق الزاوية الأخرى عندنا. أيضا عندي زي ما ذكرت الضلع، فأصبح عندي زاويتين وضلع غير محصور بينهما، زاويتين وضلع غير محصور بينهما، إذا المثلثين متطابقين، وهو المطلوب في السؤال. طبعا البرهان ذا العمودين. طيب الآن نجي على السؤال اللي بعده، اكتب برهانا تسلسليا. الآن مطلوب برهان تسلسلي. المعطيات عندي اي القطعة اي، هذه الآن القطعة اي تطابق السي دي، ممتاز، تطابق السي دي. وعندي أيضا الزاوية سي بي دي، سي بي دي هذه الآن الزاوية تطابق الزاوية الأخرى عندي هنا، وأعطاني أيضا هنا زاوية قائمة وهنا زاوية قائمة. ها شباب، هل الزاوية A تطابق الزاوية C ولا لا؟ هل الزاوية A و C متطابقتين ولا لا؟ ها شباب، الزاوية A والزاوية C تكون متطابقتين؟ نعم بتكون متطابقتين لأنهما قائمة، والزوايا القائمة جميعها متطابقة وجميعها تساوي 90 درجة. الآن أثبتنا عندنا هنا هذه الزاوية وهذه زاوية أخرى، وهنا الزاويتين المناظرتين لهما متطابقتين، إذا المثلث الأول يطابق المثلث الثاني بحسب الخاصية، ضلعين وزاوية AAS، عفوا زاويتين وضلع غير محصور بينهما، ممتاز. لاحظوا الآن هذه زاويتين قائمتين، وأيضا معطى الزاوية سي بي دي تطابق اي بي دي، وأيضا معطى الضلع اللي هو اي اي يطابق سي دي. الآن بما أن الزاويتين قائمتان إذا هما متطابقتان، جميع الزوايا القائمة طبعا متطابقة، ممتاز. هذه الآن من الحالة اي AAS، نجد أن المثلثين متطابقين، المثلث الأول يطابق المثلث الثاني. طيب المطلوب يا شباب لو تلاحظون في السؤال، المطلوب إيش؟ ما قال لي أثبت المثلثين فقط، لا، هو قال لي أثبت، طيب، أن الـ BE الضلع هذا BE، هذا الضلع BE يطابق الـ BD، طابق البي دي. هل الضلعين هذا المتطابقين؟ اقول الان بما ان المثلث الاول يطابق المثلث الثاني فان جميع الاضلاع المتناظرة تكون متطابقة، بالتالي البي اي يطابق البي دي. واضح البرهان يا شباب؟ واضح؟ جميل. اذا اخذنا يا شباب التطابق بزاوية وضلع وزاوية، يعني زاويتين وضلع محصور بينهما، ومن ثم أيضا أخذنا التطابق بزاوية وزاوية وضلع غير محصور، زاويتين وضلع غير محصور بينهما. الله يعطيكم العافية شباب على حضوركم وعلى تفاعلكم، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حصة قادمة في مدرستنا الإلكترونية. شكرا لكم جميعا يا أخوان.